السلام عليكم. مع وصفة جديدة اليوم غادي نديرو جوج ديال لي كيك بعجينة واحدة. هاد لي كيك كيجيو خفاف زوينين وعمليين واقتصاديين في نفس الوقت. عندنا لاباز 5 البيضات، كاس ديال السكر، كاس الا ربع ديال الزيت، كاس حليب، 3 الكيسان ديال الدقيق، عندنا 3 الخمارات وفانيا وحده. بالنسبه للكيك الاول فحنا غادي نزينوه اولا غادي نعملوه بتفاح، زبيب واللوز ايفيلي. والكيك الثاني غادي نديروه بالكاكاو ونسكافي وشويه ديال الحليب باش غندوبو النسكافي ديالنا. دابا غادي نبداو على بركه الله. كيف كتشوفوا وضعنا البيض في التراب، غادي نديروا ليه قبيصه ديال الملح اللي ضروري ديما، وغادي نديروا سكر، كاس ديال العنبه، وغادي نطربوه على السرعه القصوى حتى يطلع لينا البيض ويتغير اللون ديالو، يعني اللون ديالو يعود ميل ابيض. من بعد ما غيطلع لينا البيض غنقصوا السرعه مزيان وغنبقاو نضيفو في الزيت بشويه، ومن بعد غادي نضيفو الحليب. الحليب غنضيفوه على 2 دفعات. انا نسيت ما درتش الفاني في الاول، نورمالمون تي دار في الاول، دابا غنديرو حتى لهاد المرحله. نتوما سيميو انكم ديروه مع البيض. هنا كنخليو السرعه نازله باش ينسجم لينا المكونات وبلا ما يطيح لينا البيض. كنتمنى ان يكون كل شيء واضح ومفهوم. دابا غادي نبداو نضيفو في الدقيق، غادي نديرو الخمارات على الدقيق. سيميو انكم تغربلوهم، انا ما غربلتش، نسيت ما غربلتش وحيت كان شويه الوقت الوقت ما مساعدنيش، هذاك الشيء علاش اضطريت انني نديرهم بلا تغربيل. الدقيق ضروري انه يكون مغربل طبيعة الحال، غير الخمارات اللي ما غربلتهمش. غادي نضيفوا الخمارات على الدقيق، من الاحسن يكونوا على الدقيق حيت الا درتوهم على الخليط ما تيطلعش مزيان، ما تيسوفليش. هي الخميره نورمالمون تتحط على النواشف. دابا غنبداو نديرو الدقيق ديالنا على 2 فوعات. هنا زربت لكم الفيديو باش ما ناخذش لكم بزاف ديال الوقت، يعني عادي كنبقاو على 3 دفعات حتى كنخلطوا الدقيق مع الخليط ديالنا وينسجم مزيان. دابا هنا غادي نقسم الخليط على 2. هنا الخليط الاول او النصف ديال الخليط هو اللي غادي نديرو فيه اللوز، الزبيب والتفاح. نورمالمون التفاح غادي نحكوه في هذيك البلاصه الغليظه، هادشي ما غنخلطوش الا شويه ديال الزبيب. غناخد شويه ديال الزبيب غادي نديرو مع الخليط، غير من باش ملي نقطعو الحلوه يبان لينا فيها الداخل كاين زبيب. ودابا غادي نديرها في المول. بعد ما حكيت التفاحه ضفت عليها واحد نصف ملعقه صغيره ديال القرفه، وغادي نخلط المكونات كاملين، كنخلطوهم مزيان باش ينسجموا. في هذه المرحله الا بغيتو دير السكر ديروه، انا ما بغيتش، يعني اكتفيت غير بالقرفه بوحدها. يعني بامكانكم انكم ديروا واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده الا بغيتوه يبقى معسل من الفوق، انا درت غير القرفه.
كناخد المول كنغلفوه بالبابيي سوفيغيزي، غادي نوضع فيه الخليط والتفاح واللوز إفيلي والزبيب، غادي نديرو من فوق الكيك ديالنا عادي. يعني غادي نحاول أنني نغطي الوجه ديال الكيك كامل بهذاك الخليط. صراحة كتجي زوينة بنينة، عندها مذاق مغاير على الكيك العادي اللي تنعرفو. زيادة على هذا اقتصاديات، يعني اقتصاديا بزوج، يعني بإمكانكم على خليط واحد فيه خمسة البيضات يخرج لكم جوج كيكات مذاق زوين. المهم هنا غادي ندخلوها الفران اللي مسخن من قبل بطبيعة الحال على درجة حرارة 170 درجة، نطيبوها من التحت ونشعلوا عليها من الفوق باش تحمر. وبالنسبة للعادي راه عارفين يعني ديال الغاز. هنا الخليط الثاني غادي نضيف عليه، غنشدو هذاك ربع كاس ديال الحليب اللي عندنا، نديروا عليه واحد معلقة عامرة ديال نيسكافي، يعني معلقة كبيرة عامرة، انا درت جوج معالق صغار. غادي نخلط حتى تذوب وتنسجم مع الحليب، خلطها مزيان وغادي نضيفها على الخليط ونخلط مزيان باش ينسجم ليا الكل. غنحاول ندخل هذيك النسكافيه في الخليط ديالي، ومن بعد غادي نضيفو الكاكاو، انا درت جوج معالق صغار عامرين، يعني نتوما ديروا وحده كبيره اولا جوج صغار، من الاحسن يكون الكاكاو المر يعني دو جوده، يعني ماشي اي واحد غادي نديرو به باش الحلوه ديالنا تجينا فونسي في الكولور ديالها، تجينا فونسي مزيان. المهم هنا غادي نمشي وغنخلط مزيان حتى ينسجموا لي العناصر، وغادي نديرو في واحد المول. انا اختاريت مول طويل، درت دهنته غير بالزبده ورشيت عليه الدقيق. فوالا غادي نحط فيه الخليط، غنكب فيه الخليط ديالي في هذه المرحله. الا بغيتوا حتى ديروا حبيبات الشوكولا لداخل ماشي مشكل، يعني تقدروا ديريهم، انا استغنيت عليهم هنايا خليتها هكا عاديه صافي. وغادي ندخلوها حتى هي الفران على درجه حراره 170 درجه حتى هي تطيب من التحت، ونشعلوا عليها الفوق باش تطيب ونقدموهم ان شاء الله. نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. من بعد ما طابت لنا الحلوه الاولى اللي بالزبيب والتفاح واللوز فيلي، دهنتها غير بالعسل، يعني تقدروا ديروا دهنوا باي حاجه، يعني كونفيتور ولا ناباج ولا، انا دهنتها بالعسل. تعرفين العسل مع القرفه ومع السكر، مع القرفه عفوا ومع الزبيب ومع التفاح كيتواتعوا. هذا الشكل ديالها النهائي، ديما مغرب. كيعجبوني هاد الكيسان، ديما تنشرب فيهم. وهادي الثانية، هادي الحلوة ديالنا الثانية بعد ما خرجت، زينتها بواحد لاصوص وشوكولاتة هي اللي كنوجدها. دابا نحط لكم الوصفة ديالها، وقدمتها مع قهيوة حيت هي فيها القهوة، غادي نقدموها مع قهيوة بطبيعة الحال. كنتمنى ان هاد الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وتعطوني الراي ديالكم فيهم. ها هي لاصوص وشوكولا اللي قلت لكم، ان شاء الله غادي نقدمها لكم، كتجي زوينه اقتصاديه بزاف، يعني ما فيهاش بزاف ديال المكونات.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوات ديالنا. كنتمنى انهم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وتخلوا لي لي كومونتير. وش هي طيبة، بصحة وراحة.